قال: الدرس الثامن واجبات الصلاة وهي ثمانية. ذكر الواجبات والفرق بين الركن والواجب من الفروقات، ومعلوم أن الركن مرتبته أعلى وأهم من الواجب. الركن إذا نسيه المصلي فإنه لا يجبر بسجود السهو حتى يأتي به ثم يأتي بسجود السهو، أما الواجب فإذا نسيه فإنه يجبر بسجود شنو؟ السهو. يعني تنسيت ركعة كاملة في الصلاة، الركعة دي ما ركن، ما بنقول بس تسجد سجود سهو، لا لا، لازم تجيب الركعة، تجيب الركن. زول نسى الفاتحة ده نقول اسجد سجود سهو، ما بسجد سجود سهو ابتداء، وإنما شنو؟ يأتي بركعة كاملة، إلغي الركعة النساء فيها الفاتحة، إلغيها في نفسه وجيب ركعة. مثلا صلاة الظهر نسى الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، إلغي الركعة في نفسه وجيب ركعة كاملة، بعد ذاك يجيب التشهد ويجيب سجود سهو بعد السلام، لأنه زاد بقت الصلاة ظاهرة فيها خمسة شنو؟ ركعات، وهي أصلا فيها ركعة ملغية لغاها في نفسه. فإذا نسي ركنا فإنه لا يجبر بمجرد سجود السهو حتى يأتي بالركن، واضحة يا جماعة؟ لكن لو نسى واجب لا، بس سجود السهو شنو؟ يجبره، يعني نسى التشهد الأول في الصلاة ده بعد شنو؟ بمجرد سجود السهو قبل السلام، لأنه السهو قبل السلام إذا ناقص، إذا الصلاة نقص فيها، وبعد السلام إذا شنو؟ إذا زاد. إن كان هي موضع نقاش بين العلماء، لكن ده الراجح، والله أعلم. طيب، واجبات الصلاة وهي ثمانية. في واجبات هنا ذكر المصنف موضع خلاف بين العلماء، لكن هذا الذي رجحه. يعني في بعض المذاهب تلقاه سنة كالمالكية، عند المالكية. طيب، قال: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. ليه قال غير تكبيرة الإحرام؟ لأن تكبيرة الإحرام شنو؟ ركن، وجميع التكبيرات دي بسموها تكبيرات النقل، يعني التي تنتقل بها من ركن إلى ركن آخر، من فعل إلى فعل آخر. تكبيرة الإحرام الأولى دي ركن، دي أهم تكبيرة، بعد ذاك أنت لما تجي تركع بتكبر، دي تكبيرات النقل، دي واجبة ما ركن. لو نسيتها بالسهو أو كذا، بعد ذاك أنت شنو؟ قبل السلام تسجد، ولو ورى الإمام، الإمام بيحملها شنو؟ عنك، الإمام بيحملها عنك، يعني انت ورا الامام كبرت، ما بتكبر سرا عشان ما تزعج الناس، ولا تعمل ربكه لبعض الناس اللي بيجوا يدادوا كده. الامام كبر داير يركع، انت كبرت، انت نسيت، دي الامام شنو؟ بيحملها عنك، ما عليك شيء. لكن لو براك نسيت بتسجد يسوي قبل السلام وخلاص. وقول: سمع الله لمن حمده، للإمام والمنفرد. معناه مرق الزول شنو؟ المأموم. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد برضو يقول شنو؟ سمع الله لمن حمده. وقول: ربنا ولك الحمد، للكل. وقول: سبحان ربي العظيم، في الركوع الأولى، يعني المرة الأولى، بعد ذاك ثاني شنو؟ باقي الثلاثة دول للاستحباب. وقول: سبحان ربي الأعلى، في السجود. وقول: رب اغفر لي، بين السجدتين. والتشهد الأول، والجلوس له. دي ثمانية واجبات، وإن كان في بعض المذاهب عندهم دي سنن،
بعضهم عندهم بعضها سنن ما كلها.